يا ساحر المقلتين والجيد وقاتلي منك بالمواعيد توعدني الوصل ثم تخلفني ويلا يا من خلفك موعود خليفة بعد يا أبا الفضل. لا خليفة سواك يا مولاي. الناس تتحضر لبيعتك. أبا الفضل، يؤجل هذا الأمر لأن أحسم أمري. لن يؤجل شيء يا مولاي، فما لنا خليفة سواك يا مولاي، ولي عهد الهادي. وكل ما جرى لم يكن سوى سحابة صيف انقشعت بسرعة ويسر. نحن خدمك يا مولاي وأمناؤك المطيعون. إن تخليت عن الخلافة فلن يبقى هناك خلافة وسيزول كل شيء. أنت ولدي الذي أحبه، ولو كان جعفر أو الفضل من يقوم بذلك لما ادخرت جهدا في أن أجبره على القيام بواجباته. الصباح سأكون بانتظارك.
ما كان يجب أن يحدث ما حدث. ما كان يجب أن يحدث ما حدث. للدم حرمة فصونوها. صونوا حرمة الدم. صونوا حرمة الدم. يا قوم صونوا حرمة الدم. يا قوم ما كان يجب أن يحدث ما حدث. صونوا حرمة الدم. صونوا حرمة الدم يا قوم. ما كان يجب أن يحدث ما حدث. هيا يا مولاي، هيا إلى قاعة العرش. لا أريد أحدا معي، أريد أن أبقى وحيدا. العالم الذي جئت لأحكمه. ما هذا العالم؟ كان يجب علي أن أحس بالسعادة، ولكنني فاقد الإحساس. لا يوجد سلام في هذا العالم. لا نستطيع أن نحكم بدون قتل. أشعر وكأن ثمة شيء سيحصل
في هذا القصر. سيحولني إلى شخص آخر. إلى شخص لا أحبه. كنت سعيدا عندما كنت قائد جند أطلق جيوشي أينما شئت. الآن أصبحت مقيدا أكثر ما أخشاه الآن أن ننتهي وحيدين. أنا وأنت. السلام عليك يا أميرة بني العباس. وعليك السلام. رحم الله مولاي أمير المؤمنين وجعل مثواه الجنة. الحمد لله عادت الأمور إلى نصابها وعاد الحق إلى أصحابه. ماذا تقصد؟ ما الذي ترمي إليه من وراء كلامك هذا؟ أن حمدا لله أن عاد حق مولاي هارون بكرسي الخلافة بعد أن كاد يفقده للأبد. هذا ما قصدته. اسمع يا جعفر، شؤون الخلافة أمر محرم على الجميع، وما يحدث بين الأخ وأخيه لا شأن لكم به. هذا أمر يخصنا وحدنا، ولن نسمح لأحد أن يتدخل بشؤوننا مهما كان مقربا منا. ما كنت أعنيه فقط أن الصراع على كرسي العرش ولا إلى غير رجعة بإذن الله. ليس هناك من صراع يا جعفر، وما يحدث بين الأخ وأخيه إنما هو خلاف بسيط وانتهى. لا نريد لأحد التحدث به. لن يبقى لكم سوى الدعاء بالرحمة لأخي الهادي والولاء والطاعة لأخي هارون. هل فهمت يا جعفر؟ فهمت يا مولاي. هذا الخلق في هذه البقعة من الأرض. يا الله ما أجمل بغداد. ها أنت معجبة بها ولم تكوني راغبة بقدومي إليها. لولا ابني أحمد لما أتيت إليها. بل كان ينبغي علينا أن نأتي منذ زمن. ربما كان والد أحمد أحد تجار هذا السوق الكبير، بل سيد التجار فيه، وربما كان أغنى أهل بغداد. وما الفائدة ونحن لا نعرف أين يكون؟ جل ما نعرفه أنه أحد تجار بغداد، غادر وكان يريد العودة إلينا، وربما عاد ولم يجدنا فقد رحلنا بعد رحيله. لو أنه أخذك معه على الفور توفر علينا عناء البحث عنه. الغائب له عذره. وعليكم الدعاء على المنابر يا مولى الرشيد خليفة المسلمين وأمير المؤمنين. يا لحظنا العاثر أن نصل في وقت موت الخليفة، بل بتولية خليفة جديد. خالي جعنا، التمس لنا شيئا نأكل.
أبشري أنت وأحمد، سأحضر لكما أطيب ما في السوق من طعام. المصاب جلل يا مولاتي، أعاننا الله وأعانك، حفظ لنا هارون الرشيد، عوضنا الله بولادة مراجل، فلقد ولدت لهارون صبيا. وما اسمه الرشيد؟ عبد الله المأمون. عسى أن يكون ذلك بشارة خير علينا جميعا. هيا لنبارك لمراجل. صباح وطاعة يا أمه. اعذريني يا أمه، لن أستطيع الذهاب معكن، فقد ألم بي التعب من ليلة أمس. لا عليك يا حبيبتي. اهلا بك يا ليف. اهلا يا حسان. تفضل تفضل. مر زمن لم ارك فيه فخلت انك رحلت عن بغداد. لا يا حسان، لم ارحل، بل كانت لدي اشغال كثيره. اشتقت لشوائك. سيجهز في الحال، ولكن قل لي، هل ما زلت تمتهن اللصوصيه واداره المشاكل؟ حسان، انها غرامي، وأضفت إليها اختطاف النساء. تعجبني كيفما كنت، ليالينا الملاح أصبحت ذائعة الصيت. نحن بانتظارك دوما. هناك من يقول أن الخلافة ليست لهارون الرشيد وقد اغتصبها اغتصابا، وليس بعيدا أن يكون هو قاتل أخيه. هذا هراء، لو سمعك الرشيد لقطع رأسك. أجل، هذا ما يتقنه آل العباس، ولكن سلالتهم المتعجرفة ستستيقظ يوما وتجد نفسها بلا خبز ولا سقوف. مد لسانك. ماذا تقول؟ سأقطع لسان كل من يتجرأ بكلمة واحدة على مولانا هارون الرشيد، فهمت؟ وأنت يا حسان، يجب أن تنقل لي أخبار زبائنك. فهمت. أحضر لي شيء. عليك أن تألفي هذه الفكرة، فأنت لم تعودي صغيرة يا عباسة. ماذا تقصدين يا أمه؟ سأبحث لك عن زوج يليق بك. ولكنني لا أفكر في هذا الأمر يا أمه. إذن على أحد ما أن يفكر عنك. ولنا فيك خير خلف لخير سلف يا مولاي، وما عليك الآن إلا أن تستقبل الناس من أجل البيعة. حسناً، ليدخل الناس علي غداً بالبيعة، ولنباشر شؤون الحكم من الغد. ليطمئن مولاي، سيكون كل شيء كما ترغب، وسنشرف على كل صغيرة وكبيرة بأنفسنا. مولاي، إن الجيش على تخوم الدولة في الديلم، ولا بد أن تتابعه بنفسك. أحسنت يا ابن الربيع، سأتابع أمور الجيش بنفسي، وليكن معي غدا القاضي أبو يوسف. أمرك يا مولاي. مولاي جعفر يريد أن يراك،
قولي له أن يأتي في الصباح. تفضل يا مولاي. هارون، هارون، أنسيت يا هارون يا زبيدة؟ لا لم أنسى، ولكنك مولاي وسيد قلبي وعقلي ومالك فؤادي. وأنت سيدة القلب وملكته يا زبيدة. أحمد الله كل يوم على ما أعطاني إياه، وأدعو لك من كل قلبي أن يرشدك أيها الملك الرشيد. آمل أن يوفقني الله إلى خير البلاد والعباد. الحمل ثقيل والدولة مترامية الأطراف، وعلي أن أحافظ على ملك الأب الملك الرشيد الذي وهبنا الله إياه. زبيدة، لقد تعبت، أريد أن أنام، غدا لدي العرض. هيا. تعالي يا عصمان كي نقترب لنرى الخليفة الجديد. لا شأني لا بالجديد ولا بالقديم، لم آتي إلى بغداد لأرى الخليفة. ولكنه هارون الرشيد ملك الأرض. هيا. مبارك لنا يا مولاي. هنيئا لنا بك. مبارك لك يا مولاي. We'll be right back.
لك الخلافة والمجد يا هارون. إننا لمحزونون على الخليفة الهادي، ولكننا مستبشرون بك. واعلم يا بني أن مجد الله عبء ثقيل لا يقدر على حمله إلا ذو الفعال العظيمة الذين هم أهل له. الكل ينتظرك هنا لتحكم بالعدل والمساواة، بما يرضي الله ورسوله وعباده الصالحين. أستأذنك يا أمير المؤمنين أن تسمح لي ولسادة القوم أن نبايعك على الخلافة وعلى الولاء والطاعة، مبتدئاً بنفسي. أنا إسماعيل بن يحيى الهاشمي، أبايع هارون الرشيد أميراً للمؤمنين. هو الخاتم نفسه؟ بلى، نفسه. ولكن كيف أصبح إبراهيم الخليفة؟ كيف؟ والخاتم بيده، ونصفه الآخر معي. ما الذي يجري؟ إنه أمر محير حقا. أكاد لا أفهم شيئا، أكاد أجن. كل ما يهمني أن يجد أحمد أباه، أباه الذي لم يره. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أراك قد عدت. ها، هل خسرت تجارتك؟ لا لا، تجارتي رابحة والحمد لله. أعادني الشوق. شوق لمعرفة كيف يصنع الطين؟ شوق لمن يصنع الطين. هذه التي تصنع الطين ستلوثك بالطين إن عدت لتقول غزلا مرة أخرى. كنت أمازحك يا عصمة، كنت أمازحك يا صانعة الطين. بكم هذا؟ 20. وهذا؟ ليس للبيع. قلدتك أمر الدولة وأخرجته من عنقي إليك، فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب. استعمل من ترى، اعزل من ترى، وها أنا أضيف إليك الخاتم، خاتم الخلافة، لتسير الكتب إلى الأمصار. مولاي، ما أنا إلا خادمك المطيع وأمينك الذي لا يخون، وإنها لثقة كبيرة كان الله في عوني على حملها. لقد كنت بمثابة أب مخلص محل ثقة وأهلا لها. هذه ليست مكافأة لك، هذه مسؤولية ألقيها على عاتقك. يا ابن الربيع،
اكتب الى سائر الولاة والعمال في الاقطار والامصار ان يعفى الناس من الديون والضرائب والغرامات، وان تزداد رواتب الجنود وطلاب العلم. بارك الله صنيعك يا مولاي. ابا الفضل، التمس مشورة والدتي الخيزران في كل الامور. ما خرجت يوما عن مشورتها يا مولاي. وإياك أن تقصر في حق بيت أهلي الهادي، فهم أهلي ودمي من دمهم. أعطهم قصرا من قصور بني العباس، أجروا عليهم وأغدقوا. وأنت يا عمه، تكفل رعاية جعفر بن الهادي وأهله. ما شاء الله، تزدادين جمالا يا ابنتي. أشكرك يا أمه، تفضلي اجلسي. لقد تسارعت الأحداث يا ابنتي، ونسيت في غمرة ما نحن فيه أن أعزيك أو أن أهنئك، لست أدري. ولا أنا أدري أأحزن أم أفرح. لقد كان موت الهادي سريعا وغريبا، حتى أنني لم أكد أستوعب. لقد عوضنا الله بهارون، خير خلف لخير سلف، بوجوده ستستقيم الأمور بإذن الله. لقد فر أبو عصمة يا مولاي. عندما كنت في السجن كان يتبجح بقوته. أخبرني الجند أنه ترك مكانه ورحل. الأيام القادمة ستحمل بصمته في كل شيء، ولن أترك شيئا للصدفة أو القدر. سأدير الأمور بقبضة من حديد، وكل من يقف في طريقي لن يلاقي إلا الموت. مبارك يا ولدي، مبارك. لقد جئت لنيل رضاك والاستعانة بمشورتك. مثلك يا هارون لا يحتاج المشورة. لا يا أمه، فأنا بحاجة لمشورتك دائما، فلولاك ما ملكت الأمر. ومثلك يستجار، أنا تحت أمرك وطوع بنانك. أي بني، إلزم قاعة الحكم ولا تفلت الأمور من يدك. كن لينا صلبا قويا، ولا تبن ضعفا لأعدائك فيهاجموا، ولا لأتباعك فيأكلوك. كل من حولك أعداؤك، ما لم يثبت ولاءهم بدمائهم. إياك أن تتناهبك العواطف، فالكرسي يا ولدي أهم من الجميع. ولا تثق بأحد، فمن مأمنه يؤتى الحذر. سأغادر للحج. أحزمت أمرك يا أمه؟
كل شوق لبيت الله الحرام. تقبل الله منك. سأعمل على توسيعة الحرم هذا العام إن شاء الله. إن شاء الله. أستودعك الله. هارون، زوجي العباسة وسيرها لزوجها في البصرة، وعليك أن تكون حاسما، فلا أحد يليق بها أكثر من ابن عمك محمد بن سليمان. سمع وطاع يا أمي. سأذهب أنا وأطلبها من الرشيد. دع أباك، هو الذي يفاتحه بالأمر. والخيزران، هل ستوافق؟ ستوافق الخيزران إن وافق الرشيد، ولكن ربما العباسة لا توافق. ماذا قلت؟ كيف؟ ما أتعرفين شيئا لا أعرفه؟ أعرف الكثير مما لا تعرف. هل تشك بمعرفتي العميقة بالعباسة؟ أنت تمتحنين صبري يا أمه. سأذهب للعباسة وأسألها بنفسي. لا 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 لا، إنني أمازحك أمه. إن لهفة العباسة عليك ليست أقل من لهفتك عليها، ولكن رباط هذا الأمر بيد الرشيد فقط. يا رب اجعله ولدا يحمل اسمي وأشد به أزري. اجعله ولدا يا الله، أرجوك اجعله ولدا. أين أنت يا عصمة؟ أين أنت؟ أحب ما أعمل. عصماء، أحبك. إياك إياك يا عصماء، إياك، سأقتص منك إن فعلتها. اسمعي، سأمنعك من العمل. لا سلطة لك علي. بلى. لي سلطة عليك، سلطة الحب. تقبلين الزواج مني؟ أقبلك. بحثنا عنها في كل مكان، لم نجد لها أثرا. ابحث عنها مرة أخرى، استنفر كل الجنود في كل الدرون والطرقات، ابحث في كل مكان، لا تترك حيا من أحياء العرب إلا وتسأل عنها. ألم تنسها يا مولاي؟ وهل ينسى المرء زوجه؟ لقد تركتها حاملا.
أو ربما ألمّ بها عار؟ هذا ما أخشاه يا جعفر، فهي لا تعرف من أكون، لا تعرف عني سوى أنني تاجر من بغداد، أما البقية فهي لا تعرف شيئا. جعفر، افعل أي شيء لكي تجدها، أي شيء، فأنا في أمس الحاجة إليها. ربما كان معها ولد من صلبي، ولهذا الولد علي حق، فهو أولى الناس بأن يكون ولي عهدي.